في إطار الحياة العملية وعلاقة الرئيس بالموظفين أو علاقة الموظفين مع بعضهم، بنلاقي أربع أنماط أو طرق للتعامل مع بعض. الأولى إن كل واحد بيشتغل مع واحد تاني بيعرف يتعامل معاه ويتفاهم معاه كويس، وأكيد النتيجة بتكون أسرع وأكتر لو اشتغل كل واحد لوحده. التانية لما يكون في مركزية للقرارات، فتلاقي واحد في الوسط بيحرك الكل، عنده الصورة الكبيرة اللي على أساسها بيوجه المجهود ويقود اتجاه مسيرة الشغل، وبرضه أكيد النتيجة أفضل من إن كل واحد يشتغل لوحده. التالتة ما فيهاش مركزية في الاستراتيجية، لكن كل واحد بيشتغل مع اللي على يمينه ويساره، فبيختار أكتر اتنين بيعرف يتعامل معاهم ويتواصل معاهم، وهم بدورهم بيختاروا اللي جنبهم. أما الطريقة الرابعة ودي أكثرهم كفاءة، إن كل واحد بيشتغل مع كل واحد حواليه في الحتة الصغيرة المخصصة المشتركة، فبتلاقي النتيجة مضاعفة وممتعة. نصيحة، حاول اتدرب تشتغل مع زملائك بالطريقة الرابعة دي.